بحرية سامي جمعة آمر مركز التكوين والتدريب في السلامة البحرية. المركز التكوين والتدريب في السلامة البحرية بعث سنة 1992 بالأكاديمية البحرية، وكان أول البعث نتاعه يقوم بتكوين في مجال مقاومة الحرائق وتسرب المياه. وفي سنة 1994 عندما انضمت تونس إلى اتفاقية دولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة في لرجال البحر، أصبح بتسمية مركز التكوين والتدريب في السلامة البحرية، ويقدم تكوين في مجال 12 تربص طبقا لما جاءت به الاتفاقية، ويقوم بتكوين متربصين بشهادة على مستوى العالمية في هذا المجال، في مجال التكوين الأساسي في السلامة البحرية، التكوين المتقدم في مجال مقاومة الحرائق، إلى جانب الإسعافات الأولية وكيفية التخاطب والإغاثة في مجال البحر. وهذه الشيء